علمتني شلون أحبك، كلمات سمعناها بصوت عبد الجبار الدراجي، وهسه صارت واقع حال فسرت تحركات سلطة الطيران المدني لرفع المعنويات بتحسين الخدمات للطائر الأخضر، لاختصار الوقت والكلفة والدخول على خط المنافسة للشركات العالمية بإجراءات تضمن واردات مالية توصل للخزينة وتقلل الصرفيات بعنوان أنط الخبز الخباز حتى لو تاكل نصه، لأن سلطة الطيران المدني المسؤولة عن النقل الجوي الداخلي والخارجي وتأمين المطارات وترتيب الملفات حتى توفر تحليق مناسب للطائر الأخضر بالأجواء الأوروبية مستمرة بعملها، وآخرها هو افتتاح مطار كركوك الدولي بعد صبر سنوات وبرقيات مستعجلة لمضاعفة المطارات. صحيح المطار صار عليه اعتراض من النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله وأطراف كردية بمحافظة كركوك، لكن القضية تفسرت بتأريخ الافتتاح وتزامنه ويا ذكرى فرض القانون بمحافظة برميل النفط قبل 5 سنوات، يعني القصة بعيدة عن المشاكل الفنية بافتتاح المطار، بس بعض الجهات من سمعت بدخول مطار كركوك للخدمة طرحت تساؤلات تقول مطار الأنبار الدولي شوكة يصير واقع حال، وأكو مشروع لإنشاء مطار بمحافظة بابل نسمع به وما نشوفه، شنو الأسباب؟ الله أعلم. لكن سلطة الطيران المدني ملفاتها طويلة وحبالها جنب، لأن قصصها يومية يصير عليها تحديث، وآخرها إنهاء خدمات شركة جي 4S البريطانية للخدمات الأمنية بمطار بغداد، واللي فتحت الباب لتبادل الاتهامات بين سلطة الطيران المدني وإدارة الشركة، والسبب الشركة البريطانية منعت فريق من سلطة الطيران الدخول لمقرها حتى يجرد المحتويات قبل تسليم المقر للشركة الجديدة، بس سلطة الطيران ردت على تجاوزات الشركة باتهامات مباشرة تقول خالفت القوانين بشكل مباشر وعرقلت استلام الشركة البديلة لمقرها حتى تباشر أعمالها بتأمين المطار، لأن التأخير المستمر يمكن تأثيراتها تصير سلبية وشركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها المطار بغداد. لكن إذا رجعنا الشهر أيلول نسجل انسحاب شركة منزز البريطانية للخدمات الأرضية من مطار بغداد بدون سابق إنذار وتركت الجمل بما حمل، بس كوادر الخطوط الجوية من شافوا الأمور رايحة للمجهول نزلوا للميدان بعنوان ما يحق جلدك غير أظفرك، واستلموا مهمة الخدمات الأرضية وتزويد الطائرات بالوقود حتى الأمور تعدي سلامات. بس المعلومات تقول الخطوط الجوية عندها 33 طائرة مختوم عليها الأسطول الجوي، يعني بالأيام الجاية يجوز نسمع بتعاقدات جديدة لشراء طائرات عددها يتناسب ويا مشاريع افتتاح المطارات. لكن قصة الحظر الأوروبي على الطائر الأخضر وين صارت؟ لأن قرار منع التحليق بالأجواء الأوروبية عمره عبر 7 سنوات، والسبب بوقتها كان غياب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني من سجلاتنا. ونزيدكم من الشعر بيت، وكالة سلامة الطيران الأوروبية جددت الحظر بشهر حزيران الماضي، بس وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار عند موقف يقول واحدة من أسباب استمرار الحظر الأوروبي هو قرار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بربط سلطة الطيران المدني مجلس الوزراء بدلا من وزارة النقل، يعني سلطة الطيران المدني إدارتها مو سهلة وحلول مشاكلها يراد لها مساندة تشارك بها المؤسسات والشركات حتى الطائر الأخضر يتعافى وشعار المسافرين يصير على أنغام عبد الجبار الدراجي. علمتني شلون أحبك، ممكن علمني أنساك.